كنا قبل قليل توقفنا في ولاية خنشلة لمتابعة الأجواء التي سادت يوم أمس في المنطقة في الولاية عموما، كذلك في ولاية طبسة، إذا تواصلت إلى غاية يوم أمس وعلى غرار كامل تراب الولاية عملية تقديم التعازي في أجواء مهيبة لفقيد الجزائر الفريق والمجاهد أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث قام مواطنون بنصب خيمة وسط المدينة وتم تسجيل إقبال عدد كبير من المواطنين أجمعوا جميعهم على التذكير بمناقب شهيد الوطن. سليم دريد. نحن باسمنا باسم أبناء الشهداء رحموا على القائد اللي خلى البلاد واقفة، رحموا على القائد اللي غادرنا. نترحم على روح الفقيد القائد صالح، الرجل المغوار الذي حمى الجزائر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وكان أداة في مرافقة الحراك لمدة 10 أشهر، وتوعد وعاهد ووفى. خلاش البلاد هاملة، سهر في الليل، سهر الدنيا كل عشان نحن، وما خلاش هاملة البلاد، والحمد لله ونشكروه، تقعد في التاريخ قيد صالح هذه. رحمة على القيد صالح، وربي يرحمه ويوسع عليه ومات راجل وخلى الرجال والصباع إن شاء الله، وربي بقي الستر على البلاد. القايد صالح هذا راهو حارب صحيح. حارب على جهتين، حارب الثورة وزاد حارب الفساد، حارب العصابة. الرسول صلى الله عليه وسلم مد بنته ذو النورين، ونحن نسموه ذو جهادين. القايد صالح كما الله يرحمه ويوسع عليه كان فجأنا، وهو أب وهو أخ وهو مجاهد ومن شهيد وهو شهيد.